احنا اليوم هنا في الجمع العام ديال جمعيه المستقبل للمياه المخصصه للاغراض فلاحيه بسبط القردان. هذا المشروع هذا اللي بدا في 2009 وعطى انطلاقة ديالو صاحب جلاله الله ينصرو. وهذا المشروع هذا اللي يعتبر من المشاريع الرائده في ولا التجربه الاولى وتجربه فريده من نوعها اللي كتشتغل تقريبا واحد 14 عام هذه إطار تدبير هذه المادة الحيوية من طرف القطاع الخاص. هذه التجربة هذه اللي الحمد لله كما قلنا نقدت هذه المنطقة، هذا المشروع هذا اللي نقد المنطقة ديال القردان، هذه 10,000 هكتار اللي تاريخيا كانت معروفة بإنتاج كبير في جميع الفلاحات خصوصا إنتاج ديال الحواميد. ومع توالي سنوات الجفاف والإشكالية ديال عدم انتظام تساقطات المطرية وهذا الإشكالية اللي كاينة ديال الحقينة ديال البراج ديال أولوز ديال السد ديال أولوز اللي نقصد توقف الماء ديال السقي في هذه المنطقة في نوفمبر، يعني في نوفمبر 2023، دابا تقريبا 6 شهور والماء متوقف. الإشكالية ديال ندرة الماء والفرشة المائية حتى هي ما كايناش. درنا هذا الجمع العام اولا باش نجدوا المكتب ديالنا والتواصل مع الفلاحه، ولكن كذلك يكون عندنا معطيات عامه على الحاله المائيه والحاله الفلاحيه، لان كان معنا المدراء ديال المكتب الجهوي والاستثمار الفلاحي مشكور اللي عطى واحد العرض مهم على المنطقه وعلى الفلاحه وعلى الامور كيفاش دايره في البيريمات. كاين كذلك المدير ديال وكاله الحوض المائي اللي عطى واحد النظره شامله على الوضعيه المائيه في الجهه وفي المنطقه ديالنا على الخصوص، وكذلك الحقينه ديال السدود، وبشرنا بواحد مليون متر مكعب اللي غادي يطلق لنا في هذا الاسبوع هذا. وكذلك المدير ديال شركه امانسوس الشريك الخاص اللي كيدبر هذا المشروع اللي حتى هو طرحوا لي بزاف ديال التساؤلات من المنخرطين من الزبائن ديالو اللي جاوب عليهم اسئله اللي قنعات، اسئله ما اجوبه زعما اللي قنعات، اجوبه اللي ما قنعتش. كاينه اشكالات حقيقه مع التوقف ديال الماء وهاد المديونيه اللي تراكمت على الفلاحه وهاد المشاكل اللي كاينه ديال القطاع بصفه عامه، ونطلبوا ربي يوفقنا باش نلقاو حلول. كذلك تناقش واحد النقطه مهمه جدا اللي هي ديال المحطه ديال تحليه ماء البحر لهاد المنطقه ديال القردان اللي هي القردان الكبير اللي كيضم واحد 7 الجماعات اللي هي جماعة مشرع العين، جماعة الخنافيف، جماعة القردان، جماعة الكودية، جماعة المهادي، جماعة أهل الرمال، جماعة ولاد تيمة، يعني اللي فيها فلاحات قائمة تاريخيا قديمة واللي من أكبر المزودين ديال السوق الوطنية وكذلك ديال الصادرات ديال البلاد. كنفكروا زعما ودعمنا وانخرطنا في هذا المشروع هذا اللي كاين دارج في الرؤية ديال صاحب الجلالة اللي هي البرنامج الوطني للماء اللي خدام في المغرب كامل، والمنطقة ديالنا تستاهل أن حتى هي يكون عندها هذه المحطة لإنقاذها، لأن كان إنقاذ في 2009 واليوم مع التوقف ديال هذا البراج وديال الفرشة كذا كنطلبوا عاوتاني باش الدولة ولما لا سيدنا يشوف بنا بعين الرحمة وتسرع بهذه المحطة لإنقاذ هاد الفلاحات هادو وهاد الفلاحة اللي جنود مجندة وراء صاحب الجلالة وجنود مجندة لهاد بلدنا الحبيب.